أسألك ما الجديد بقضية نادي الطلبة؟ يا جديد أستاذ عادل رحمة على والديك، كل هاي الملفات اللي عندي اللي الدين إدارة نادي الطلبة من على كاظم واللي أصغر واحد، هذا كله جديد؟ ولا وبعد أربع قضايا أنا مشتغلها إن شاء الله بالفساد المالي والإدارة والنزاهة، ومشكل أربع محامين على حسابي الشخصي. اليوم أنا ما راح أفرك يا أخي من هاي القضية أبدا. اليوم النادي وصل إلى مرحلة يعني مرحلة الكل ابتعد عنه كأولاد النادي كجماهير كجيل، فقدنا جيل كبير. اليوم احنا بمركز 19 مع كل الأسف وصلت مرحلة انه نادي الطلبة بكل قاعدته جماهيرية بكل سمعته العربية، مو بس بالعراق العربية، يوصل الى مرحلة انحطاط بسبب الإدارة اللي هي ما تعرف اساسا قوانين واسس حقيقية بالإداريات، اللي دخلت نفسها في مطب ما راح تقدر تطلع من عنده. إدارة صار لها 15 سنة ما تعرف بالإدارة طبعاً، والدليل هذا أكو فساد مالي وإداري وكثير شنو من وهدر مال. شنو هذا اللي بيدك؟ بيما تريدنا أبديلك؟ ما أعرف ما أعرف شنو تريدنا أبديلك بالهيئة العامة؟ أبديلك بالهيئة العامة. والله شوف، أنا أولاً أحب أنصحهم كهيئة إدارية، أحب أنصحهم يستقالون، يقدمون استقالتهم اليوم قبل غد، لانه هذا الموضوع موضوع. ليش مجبرين ياخذون بنصيحتك؟ واذا مجبرين ما مجبرين انا اقول واذا ما مجبرين هذا شيء خصم، لكن نصيحتي لهم لانه راح يدخلون في مطب ما راح احد. مطب شنو تقصد؟ مطب قانوني قانوني طبعا، ما راح يقدر احد ينقذهم اصلا. هسه خلينا نذكر